باش نحكيو على الأيام الطبية اللي كلية الطب صفاقس الأيام الطبية هذية الجراحية بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين. كلية الطب تنظم الأيام هذية أمس واليوم 17 و18 أفريل، وحدثنا عليها رئيس قسم طب المناعة بمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ورئيس لجنة تنظيم الأيام هذية الدكتور حاتم مصمودي. مرحبا بك بروفيسور، أهلا وسهلا دكتور. يعيشك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الصفاقس. واهم حاجه الرياضه يظهر لي باش يكون الصحه لبسه، هذاك علاش قلنا الفن والموسيقى رقص كله بالفعل بارك الله عليك. انا عايشه شفتها معنا في اثنين المواضيع ولا اكثر ثلاثه من المواضيع، معناها الرياضه والنشاط الرياضي والاكزرسيس فيزيك الاهميه نتاعه في المحافظه على صحه جيده ومناعه جيده ومن الوقاية من العديد من الأمراض. أكيد جدا بالفعل. أهم البرامج اللي باش تطرقوا لها ومصباح يظلي من أمس بديتوا في الأيام الطبية هذه دكتور؟ أي هو احنا الأيام هذه نهار الجمعة نهار كامل، واليوم معنا كملنا احنا دوا الحقيقة معنا كملنا بعد ساعتين شوية. عندنا خمسة مواضيع، اخترنا مواضيع اللي معنا ما اتطرقنا لهاش قبل، وخاصة المواضيع اللي جديدة وتتبع التطور الطبي والتطور العلمي وتفتح آفاق كبيرة، ومواضيع اللي تكون مهمة للأطباء في النشاط اليومي نتاعهم. عندنا اتطرقنا لموضوع النانو تكنولوجيا ميديسين، معناها نانو تكنولوجيا والاستخدامات الطبية، هذه حاجة تفتح آفاق كبيرة معناها في التشخيص في العلاج، ومعنا فيها مستقبل كبير، وحبينا نكون واحنا في الساقس ونتبعوا معنا حاجة جديد الكل نعم غارديس وكذا، ومعنا فيوتوريست مي نبداو في هذين الكواش في ساجي وشي الافاق اللي تفتحها. معنا طرقنا علاج الالام لا بريز ان شارج دي دولور، عملنا تابلو روند كامله معنا على الموضوع هذا، يدخلوا فيه كل الاختصاصات اللي عندهم علاقة بهالموضوع كبير هذا، يعني الاختصاص اللي كونسلتاسيون ميديكال معناها 90% المريض يجي على خاطر الألم. طرقنا هذا، ثم طرقنا زاد للسندروم ميتابوليك هذا، معناها حاجة وقت اللي يبدا في من يتلمد، هذه حاجة من اللي هو الناس من المنظمة العالمية للصحة هذه أطلقت عليها صيحة فزاعة هذه على خطر حاجة عملت تكثر، وهذه مشكلة القرن هذه سندروم ديبوليك خاطر هذه وقت اللي يتلمدوا السمنة وخشن الدم والشحم في الدم ولا معناها الهايبرتنسيون، معناها يتلمدوا يعني فيها معناها برشا مخلفات وبرشا أمراض وبرشا مشاكل. هذا طرقنا له، هذا أخر موضوع طرقنا له اليوم فهمتوا، كانت زاد حصة معناها هاي ياسر ثرية برشا فهمت معناها وطرقنا خرجتوا مرتاحين يعني بعد الأيام هذه راضيين على المجهود اللي قدمتوه حتى الضيوف الفرنسويين اللي أنا كانوا حاضرين وياهم هم أنا قاعد أنا وياهم بعد شوية باش نحكي معك، هم بنفسهم كانوا منبهرين معناها بالمستوى، حضروا الحصص الكل كانوا منبهرين معناها بالمستوى وبالمداخلات وبالنقاشات فهمت، هما قدموا لنا معناها مداخلات ثريه ومعناها هاي ياسر كما فهمت في النانو تكنولوجي في الـ 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 الحساسيه اليوم الصباح زاد الاليرجي موليكولير توا الحساسيه، ما نبقاش نقولوا حساسيه معناها من هكا مش حساسيه على الماده هذه ولا الماده اللي مش نوصلوا بدات هذه، انا نحب نتبعوا معناها ديما نحب نتبعوا التطور ونحب ندخلوا هالحاجه الجديده عندنا ونفهموا اللي هي تحل برشا مشاكل وتجيب حلول للمرضى وللطب تاع الحساسيه تاع على الشيء الموليكولير نلقاوها معناها نحلوها ونلقاوها ونتبعوها ونفهموها ونعرفوا كيفاش نعالجوها على الشيء الموليكولير مش الماده هيك ولكن الموليكيول هذيك واضح اللي نحب ناكد عليه انه كفاءات معروف في تونس ولا في صفاقس معروفين برشا الكفاءات الطبيه، فقط هو مستوى الخدمات اللي قاعدين ديما حتى كمواطن ينادي بها ديما مستوى الخدمات هي اللي لازمها ترتقي شويه لمستوى الكفاءات التونسيه. بالحق يا دكتور هذه اشكال مطروح هكا ولا الموضوع الندوه
اي خاطر انا باعتباري الاختصاص علم الملاهي معناها ما نجمش ما نذكروش. هو طرقنا امس العشيه كانت حصه زاد سريه منيح حول معناها المناعه، كيفاش الانسان يكون عنده مناعه قويه، مناعه ومناعه معناها تخدم ما تشتغل بالقدايه ولا بس عليها. معناها عملنا معناها محاضرتين على الاكزرسيس فيزيكي بميليتي معناها النشاط الرياضي والمناعه اهم حاجه، كيفاش معناها النشاط الرياضي اللي يكون بفاسون ريغولية معناها مستمرة معناها مرتين في ثلاثة في الأسبوع ولا كل نهار نص ساعة معناها الأكتيفيتي فيزيك ريغولية موديري، مش فهمت كيفاش التأثير الإيجابي نتاعها على المناعة نتاعنا وعلى زيادة المناعة وعلى والمحاضرة الأخرى على التغذية والمناعة، كيفاش التغذية هذا مهمة ياسر معناها وفهمنا كيف شنو كيف التغذية وشنو الباهي وشنو مش باهي كيفاش. وعندنا معناها عملنا عندنا ورشات اربع ورشات للطلبه لي زانتي لي ريزيدون، ورشات نتاع مواضيع معناها تهمم في كيما نقولوا التخطيط نتاع القلب وحاجه اخرى لو سيجي باثولوجيك ودوتخ اتيلي هما هندين بور لي ريزيدون ولي ميدسان جينيراليست. كانت فرصة على الأقل باش تطلعوا يعني تقفوا على حقيقة ربما الخبرات الموجودة والكفاءات الموجودة التونسية هكا ولا؟ هي فرصة باش يتلقوا باش يتلقاو الأطباء من الساقس ومن الدوائر الساقس من الجنوب ومع زملاء من تونس ومن فرنسا باش يتناقشوا باش يتبادلوا الآراء باش يفهموا ويزيدوا يقدموا إن شاء الله. واضح جدا، وهذه فرصة باش نهني وكل الإطار الطبي الكل باحتفال الكلية طبعا بال 40 سنة هذوما. اليوم الصباح معناها شرفنا العميد المؤسس الكلية الأستاذ عبد الحفيظ السلامي، كانت لحظة مؤثرة وتداولوا عليها برشا أكيد كلية الطب. نعم نعم نعم. مرة أخرى تحياتنا ليك يا دكتور، يعطيك الصحة كرئيس قسم طب.